يا ليلة زانها ربي وشرفها تنزيله في دجاها نور قرآن، دستور حق وتشريع وتربية يبقى وإن زال هذا العالم الفاني. هل بيوتنا تصلح لاستقبال الملائكة في ليلة القدر؟ نسأل الله أن يكون ذلك. هل فيها ما يخرج الملائكة حتى لو دخلت أو لا تدخله أصلا؟ نحاول أن نعطر هذه البيوت، نحاول أن نخرج منها كل ما يغضب الله، نطهر ونعطر، نبعد كل شيء حرمه الشرع عن بيوتنا حتى نعيش ولو ليلة نتلذذ بنور الإيمان ونور الملائكة ورحمة الملائكة. يا أخي يا أخي، الملائكة تريد أن تكون ضيفا عندك في بيتك، ألا تستعد لذلك؟ غنت ليلة القدر عن طلعة البدر كما غنت ليلة عن طائل العمر، إذ ظرف ليلتها للآي شرفها فنورها ساطع من محكم الذكر، طوبى لحائزها أعطي جوائزها من سابغ الغفر مع وافر الأجر. يحاسب نفسه فيها، يعيد حساباته، ليلة خير من ألف شهر، فالإنسان يستفيد من هذه الليلة المباركة في طاعة الله، في ذكر الله، في التسبيح، في التهليل، في جميع أنواع الطاعات، في التفكر فيه، من أنت، من أين جيت، ومن المصير. تذكر هناك ثلاث محطات تمر بين كل إنسان، الموت فالقبر فالجزاء. كلام الله يبي الإناء، من ضمن الإناء أن الإنسان يطهر قلبه، لأن هذا المكان يشوف فيه المولى سبحانه وتعالى. ليلة القدر خير من ألف شهر.